راح تاخذينا برحله جميله، اسماء حلوه عايشتي اهم الاسماء اللي العراقيين كلهم يتمنون يعرفون. انا بعدني طفله يمكن صف ثاني ثالث ابتدائي، اخذون لقاء مقاميه ملك فيصل كان هناك، القيت كلمه. دخلتي الى قسم الاجتماع، هل كان هذا صدفه ام قرار واختيار من عندك؟ سابقا مو كل اي عائله تخلي بتها تروح تكمل وتروح تصير معلمه. تشاء الصدف انه اللي عينك هو الدكتور علي الوردي. طالب كان الحقيقه محترم. قربكم من نور السعيد سكنكم؟ كانت الشاميه مدينه متحضره. مأدبه غداء الملك ليش كانت في بيتكم؟ هاي الثقافه الحقيقه. نعم. كنا من اليساريين. الدكتوره فوزيه العطيه والباحثه في الشؤون الاجتماعيه.